هذا انت خوفتني. شو في؟ كأنه بكير مو ما فهمت. بكير على شو؟ على خوفك. خير ان شاء الله. خوف شو هذا يا ابني اللي جاي عم تحكي عنه؟ ما فهمت شو قصدك. عم بتفكر تاخده؟ خده. فيك تقلي شو مشكلتك اليوم؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ في شي ما بعرفه؟ ايه في شي. زينب ماتت، وطبعا انت هلا اكيد رح تقلي مين هي زينب. انا ما عرفتها. ايه زينب. شوف انا ما عم قادر افهم شي من هالحكي الغريب اللي عم تقوله. انت اللي اغتصبتها مو هيك؟ معناتها انت. لكن فرهاد اللي كانت تحبه زينب طلع رفيقك من ايام العسكرية؟ ايه صح. وقت شفته لهالمصروع عند جنجو هداك اليوم جبت له سيرة الاغتصاب. بس ما عم اتذكر اذا كنت ذكرت اسم زينب قدامه ولا لا يا نفاس. عرف اليوم؟ ايه يمكن عرف. اذا هيك بتكون راحت على جنجو خلص. وممكن يقتله؟ لا، بس هالمصروع رح يخليه يترجاله يقتله. علي وصلت ولا لا؟ عالطريق آغا، بس ما بظن لحقه. إذا بدك رأيي بيكون من زمان أخذ ومشي. طيب خبرني شو بصير معك. تمام يلا. طاهر، الرجال اللي كنت رح تقتله هداك اليوم صار لازم تنقذه هلأ. طبعاً مو مشان جينجو، بس لحتى العدالة تاخد حقها. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.